بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 37 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا نحن إلى أول باب، استحباب الدعاء في السفر. وذكر في هذا الباب الإمام النووي حديثا واحدا، وهو الحديث الذي يرويه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. كلمة على ولده موجودة في رواية الترمذي، ولكنها ليست موجودة في رواية أبي داود، وإنما رواها هكذا: ودعوة المسافر ودعوة الوالد. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا حالات يستجاب فيها الدعاء، وهي ليست محصورة في هذه الحالات الثلاث. هذه الحالات الثلاث منها هنالك حالات أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الدعاء أرجى للقبول؟ قال: الدعاء دبر الصلاة، يعني عقب الصلاة، والدعاء في جوف الليل إذا قام الإنسان بعد النوم يصلي صلاة التهجد ودعا، هذا أيضا. نعم، وهنالك أوقات كثيرة، مناسبات كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تستجاب فيها الدعاء، كما أن هنالك أشخاصا يستجيب الله عز وجل دعاءهم في أي الحالات دعوا. من هؤلاء الأشخاص: المظلوم، الإنسان الذي حاق به ظلم وأحيط به فاستيأس من أن يعود إليه حقه، وجأر إلى الله سبحانه وتعالى بالالتجاء والاستغاثة، يستجيب الله عز وجل دعاءه. هنالك أشخاص يستجيب الله دعاءهم: الأم دعاؤها لولدها أو على ولدها مستجاب، الأب دعاؤه لابنه أو على ابنه أيضا مستجاب. فهنالك حالات كثيرة يستجاب فيها الدعاء، وهنالك أشخاص يستجيب الله دعاءهم، وهنالك أماكن يستجيب الله سبحانه وتعالى فيها الدعاء، مثل عرفة. فيوم عرفة من حيث الزمان وعرفة من حيث المكان كلاهما سبب لاستجابة الدعاء. عندما يدعو الإنسان ربه في يوم عرفة، هذا يوم مبارك، ثم يكون أيضا موجودا في عرفة، المكان أيضا مبارك، يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. ومن جملة
الحالات التي يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء حالة السفر، وهذه هي المناسبة التي من أجلها ساق الإمام النووي هذا الحديث. الإنسان الذي خرج من بلده متجها إلى سفر، أيا كانت وسيلة السفر، سواء كانت وسيلة السفر بدائية كما كانت من قبل أم متطورة كما هي اليوم، لا فرق في هذا أبدا، لأن الحكمة من الاستجابة ليست الشدة ودرجتها، لا، مطلق السفر سبب أو حال من الأحوال التي يستجيب الله فيها الدعاء للمسافر، طبعا بشرط أن لا يكون السفر سفر معصية. المسافر يرخص له بالجمع بين الصلاتين عند جل أو أكثر المذاهب، يرخص له بالقصر عند كل المذاهب، لكن إذا كان سبب سفر هذا الإنسان معصية لا يرخص له بشيء من ذلك أبدا. نعم، كذلك لا يستجيب الله عز وجل دعاءه. هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما فهمه بعض الناس على خلاف ما قصد إليه سيدنا رسول الله. يسمع زيد من الناس هذا الحديث، وبعد أيام يسافر، فيخيل إليه أنه في تلك الفترة إذا دعا الله لا بد أن يستجيب الله عز وجل دعاءه، وينسى أن لاستجابة الدعاء شروطا لا بد منها هي الجامع المشترك، سواء كان الدعاء دعاء الأب أو الأم أو دعاء المسافر أو دعاء يوم عرفة في مكان عرفة أو دعاء الإنسان الذي يطوف حول البيت، أيا كان، إذا لم تكن شروط استجابة الدعاء متوفرة عنده فهذا الكلام كله غير وارد. هذا الذي نقوله يرد بعد أن تتحقق شرائط استجابة الدعاء، إذا تمت هذه الشرائط، إذن هذا الإنسان الذي وفر الشرائط وتحقق بها ينبغي أن يعلم أن هذا الإنسان إذا كان مسافرا فلا شك أن الله سيستجيب دعاءه كما يقول، وإذا كان مظلوما لا شك أن الله سيستجيب دعاءه، كذلك إذا كان في الحالات الأخرى المختلفة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أرأيت لو أن إنسانا يظلم الناس، يأكل حقوقهم، والظلم له سبل شتى لا حصر لها، ليس الظلم محصورا في أن أمسك إنسانا من تلابيبه وأن أضربه وأن أقتله أو أن أجرحه، لا، ليس ظلم أن يعني أكون قاطع طريق أترصد للناس سبلهم وطرقهم فأجردهم عن أموالهم، ليس ظلم محصور في هذا. الإنسان الذي يغش في معاملته ظالم، الإنسان الذي يخدع في بيوعه ظالم، الإنسان الذي يرتشي ظالم، الإنسان الذي يأكل المال الحرام ظالم لنفسه فهو ظالم. الظلم أشكال وأنواع كثيرة. هذا الإنسان الظالم لا يستجيب الله دعاءه حتى لو كان في أقدس الأماكن، ولو بسط يديه إلى الله في أقدس الأزمان لا يستجيب الله دعاءه. ولعلكم تذكرون الحديث الذي سبق أن ذكرناه أو شرحناه، والحديث الذي أوله يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل طيبا، إلى أن قال ذكر
رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يقول يا رب يا رب، ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لاحظوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر الرجل يطيل السفر، إذن هو مسافر، إذن هو واحد من هؤلاء الثلاثة. المفروض هنا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاء المسافر مستجاب، لكن ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن استجابة الدعاء يعني لها منطلق أساسي، لا بد من توفر هذا المنطلق، لا بد من أن تتحقق الشروط الأساسية، بعد ذلك تأتي هذه الحالات المتفاوتة المختلفة. هذا الإنسان يدعو وهو مسافر، لكن مأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له؟ كيف؟ يعني كأنما يريد أن يقول يستحيل أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء هذا الإنسان. لابد من توفر شروط استجابة الدعاء التي سبق أن ذكرناها، أولها التوبة من الآثام والمعاصي كلها، التوبة الصادقة مع العزم على عدم الرجوع إلى المعاصي، ثانيها رد المظالم إلى أصحابها، أو أن يستسمح الظالم المظلوم فيسمح له، هذا أيضا يكون، ثالثا أن يدعو الله عز وجل بقلب منكسر واجف لا بلسان غافل. هذه الأمور الثلاثة لا بد من توافرها. أقول هذا حتى لا يعني يظن زيد من الناس بدافع رعونة لديه وبدافع حاجة يتحرك على أن يستجيب الله سبحانه وتعالى له حاجته هذه، فيقول في نفسه ها أنا ذا إذن أمام فرص ذهبية، سأسافر غدا وسأدعو الله عز وجل في سفري ولسوف يستجيب الله عز وجل دعائي. هذا إنسان خداع يخدع الله عز وجل، والله لا يستجيب دعاءه. نقول له هل تبت إلى الله من الرذائل والمعاصي؟ هل رددت ظلامة التي تلبست بها إلى أصحابها؟ هل تبت إلى الله توبة نصوحا؟ إن كنت قد فعلت ذلك تدعو الله بانكسار بدافع من ذل العبودية لا بدافع من ملاحقة غرضك، تطرق باب الله لا من أجل عبوديتك له لكن من أجل حاجتك عنده، فإذا أعطاك هذه الحاجة أعرضت عنه وذهبت. نعم، هذه الأمور لا بد منها أولا. أقول هذا حتى لا يقول قائل طيب أنا دعوت الله وأنا مسافر فلم يستجب لي، دعوت لابني بالصلاح والهداية فلم يستجب لي، أنا مظلوم فلم يستجب لي. لا، لا يمكن إلا أن يستجيب الله دعاءك، صدق رسول الله وكذبت إن قلت هذا الكلام، ولكن انظر إلى حالك وأنت تدعو الله عز وجل، لعل هنالك شروطا ينبغي أن تتوافر لم تتوفر، من أجل ذلك لم يستجب الله عز وجل دعاءك. هذا شيء. شيء آخر، أن من آداب الدعاء إذا دعا الإنسان ربه أن لا يلحف في الاستعجال،
أن لا ينتظر 24 ساعة فيقول ها لم يستجب الله دعائي، منذ 24 ساعة دعوته فلم يستجب دعائي، ينتظر ويلحف في الاستعجال، إذن لا يستجيب الله دعاءك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستجيب للعبد، أي إذا توافرت شروط الدعاء، ما لم يستعجل ويقول لقد دعوت فلم يستجب لي، لأن هذا موقف من يلاحق الله بحق له عنده، وأنت عبد ليس لك حق عند الله عز وجل. من آداب الدعاء، وقد قلت ذلك في دروس الحكم العطائية، أن تدعو لذات الدعاء، وأن لا يسوقك إلى الدعاء غرض يلجئك إليه، إلى الدعاء، أي أن تدعو الله لأنك عبد، والعبد ينبغي أن يعبر عن عبوديته، وإنما يعبر العبد عن عبوديته لله بماذا؟ بعرض احتياجاته إلى الله، بأن يعلن عن حاجاته الدائمة إلى الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة تعبر عن عبوديتك لله. إذن نحن نعبر بالدعاء عن ذل عبوديتنا لله، فالدعاء مقصود لذاته، وليس الدعاء شيئا نضعه على الرف، فإذا وجدنا خطرا داهمنا وأن تأملنا والتفتنا يمينا وشمالا لم نجد من يسعفنا، عندئذ نعمد إلى الدعاء الذي وضعناه على الرف كدواء يلتجئ إليه الإنسان عند المرض، يتجرعه مرة مرتين ثلاث مرات ثم يعيد الدواء إلى مكانه. لا، الدعاء ليس هكذا. ينبغي للإنسان أن يكون دائما في حالة دعاء وتضرع وطلب من الله سبحانه وتعالى. رب قائل يقول طيب أنا إذا لم أشعر بحاجة لماذا أدعو؟ عند الحاجة أدعو، لكن أنا الآن أنظر كل أموري موفورة، إذن أنا لا أدعو. لاحظ، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. كأنك تقول أنا الآن غني عن الله، عندما أحتاج إليه سأدعوه، الآن أنا موفور الصحة، إذن أنا غني عن الله بالنسبة لصحتي، مالي كثير جدا، إذن أنا غني عن الدعاء لأن مالي موفور، كذلك ليس هنالك من يظلمني، إذن لماذا أدعو؟ كل أموري محققة. هذا خطأ في التصور وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى في السلوك. أنت في كل لحظة محتاج إلى الله، في كل لحظة، حتى عندما تكون تتقلب في نعم الله التي لا تحصى وأنت موفور الصحة والعافية كما تقول، أنت في كل لحظة بحاجة إلى الله. كيف؟ هل تضمن أن تبقى صحتك وعافيتك لحظة واحدة بعد اللحظة التي أنت فيها؟ تضمن؟ لا. إذن أنت بحاجة إلى أن تقول يا رب أبق علي عافيتي. هل أنت ضامن أن يبقى ضياء عينيك تتمتع بهما هكذا؟ أبدا. وكم من إنسان فقد ضياء عينيه طفرة ولم يعلم الأطباء سببا لذلك. إذا شاء الله أخذ ما وهب. نعم. طيب، إذا أنت بأمس الحاجة في كل لحظة أن تقول يا رب أبق علي نعمة هاتين العينين. كذلك السمع، كذلك العقل، الذاكرة. هل أنت يعني مطمئن إلى أن عقلك سيبقى لك تتمتع به كما تشاء، وأن ذاكرتك ستبقى موفورة لك تتمتع بها؟ أنت ضامن؟ الذي يقول أنا ضامن أحمق لا يفقه شيئا. ما أكثر الذين أمسوا عاقلين وأصبحوا مجانين؟ ما أكثر الذين كانوا يتمتعون بذاكرة رائعة وفجأة وإذا بالذاكرة غابت، لم يعد يعرف نفسه، لم يعد يعرف من هو،
لم يعد يعرف زوجته، لم يعد يعرف أولاده، موجودون هؤلاء. نعم. إذن لا أريد أن أسترسل في الأمثلة، فأنت في كل لحظة بحاجة إلى الله. إن كنت تعاني من مشكلة ومصيبة فأنت بحاجة إلى أن تلجأ باب الله ليرفع عنك المصيبة، وإن كنت تتمتع بالنعم فأنت بحاجة إلى أن تسأل الله أن يبقي لك هذه النعم، كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. لذلك ربنا عز وجل جعل الإنسان في كل اللحظات محتاجا إلى الله، حتى لا يقول والله أنا الآن لست بحاجة إلى الدعاء، لكن السكران يقول هذا الكلام. وعندما تعلم أنك تتمتع بهذه النعم دون أن تملك استبقاءها عندك، إذن فأنت بحاجة في كل لحظة إلى أن تسأل الله. ولا أنسى المثل الذي ذكرته لكم مرة، والذي يجعلنا نتأمل فنجد أن الطفل أعقل من الرجل الكبير في كثير من الأحيان. الطفل الصغير أكثر عقلانية من الرجل الكبير في كثير من الأحيان. عندما يمسك الوالد بعضدي ابنه ويشرف به على واد سحيق، يشرف به على واد سحيق، طفل صغير ينظر إلى هذا الواد السحيق المهلك وهو محمول بيدي والده. طيب كيف يكون شعور هذا الولد وهو محمول بيد أبويه؟ كيف يكون شعوره؟ في كل لحظة عيناه تنظران إليه بمنتهى الذل، عيناه تنطقان لأبويه تقولان يا أبتي لا تتركني، إن تركتني هلكت، لا تتركني. وتجد أن الطفل بيديه الصغيرتين الضعيفتين يتشبث بوالده، أليس كذلك؟ طيب هو محمول بوالده وليس يعني ليس عليه أي خطر واقع أبدا، لكنه يعلم أن نعمة بقائه متوقفة على من؟ على رحمة أبيه. ولذلك هو في كل لحظة ينظر إليه بانكسار، يرجوه ألا يدعه ألا يتركه ويتشبث به. حال العبد تجاه الرب هكذا، كيف كانت حاله حتى وهو يتقلب في أفضل أنواع النعم؟ في لحظة واحدة الباري عز وجل يتخلى عنك، إذن أنت لا شيء، أنت بين شدقي الهلاك. هذا هو الواقع أم لا؟ إذن ففي كل لحظة ينبغي أن يجأر الإنسان إلى الله بالدعاء، دائما تدعوه، لأن هذا شأن العبد وأنت عبد، والعبد ينبغي أن يمارس عبوديته بالاختيار كما أنه عبد لله بالواقع والاضطرار. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها أيها الإخوة. ولذلك الباري عز وجل يقول الدعاء هو العبادة، في رواية صحيحة الدعاء هو العبادة، رواية أخرى الدعاء مخ العبادة، يعني لب العبادة. والباري عز وجل ماذا قال؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في الجملة الأولى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمرنا بالدعاء، ثم قال إن الذين يستكبرون، كان ينبغي أن يقول إن الذين يستكبرون عن الدعاء، لكن قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ليعلمك أن الدعاء هو العبادة، دائما تدعو الله عز وجل. أما الإنسان الذي عندما تكون النعمة تطوف من حوله ينسى الله ويشعر بأنه غني عن الله، يقول لماذا أدعو؟ لا كل شيء موفور عندي، وإن دعا
يعني يدعو الله بالمناسبات استجابة لمن يدعو يقول آمين، أو يعني من أجل أن ينسجم مع جو من الأجواء، يعني لا يدعو من 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 من, من فؤاده ولا يدعو بشعور إطلاقا. عندما تنقدح المصيبة يذكر الله، يلجأ إلى الدواء. وين هذا الدواء اللي كنا بزمانه عم نقول عنه؟ هل صار وقته؟ ندعي الله عز وجل. لا يستجاب هذا الدعاء، هذا الدعاء لا يستجاب. ليس هذا هو الدعاء الذي وعد الله العبد بالاستجابة له. الدعاء الذي وعد الله بالاستجابة له هو الدعاء الذي ينبئ عن عبودية الإنسان لله، وهذه ليست عبودية. أي واحد